الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين. أهلا بكم وفي عناوينها. حرس الثورة في إيران في بيانه رقم 3، اغتيال الشهيد هنية تم عبر مقذوف قصير المدى برأس حربي من خارج محيط مكان إقامته، والمنفذ هو كيان الاحتلال بدعم أمريكي، والثأر لدمائه حتمي بعقاب شديد ينتظره. الحمد لله، الحمد لله يا زلمة شهيد. ارتقاء 9 شهداء بقصف مسير على طول كرم تزامنا مع عملية واسعة في المدينة، ومقاومون يتصدون للاحتلال في المخيم ونابلس وبيت لحم. وفي غزة ارتقاء شهداء بقصف إسرائيلي وسط القطاع وجنوبه، وسرايا القدس توثق تدمير آلية للاحتلال وتقصف تجمعا لجنوده في محور نتساريم غداة استهداف القسام موقع صوفا ومستوطنات بأكبر رشقة صاروخية منذ أشهر. وعلى جبهة الإسناد اللبنانية، المقاومة الإسلامية تستهدف موقعي العاصي وميتات بالأسلحة الصاروخية، وتزف شهيدا على طريق القدس بغارة إسرائيلية على سيارته في طريق البازورية. نتنياهو واهم، حركة حماس ستبقى صلبة تحافظ على ثوابت وحقوق شعبها، ولن تقدم تنازلات تقسم من رصيد الشعب الفلسطيني. غداة مباراة قائدها الشهيد في الثرى، حماس تؤكد أن سياسة الاغتيالات لن تضعفها، وتظاهرات تعم مدنا فلسطينية لإحياء يوم غزة والأسرى بناء على وصية الشهيد هنية. وتفاقم الرعب الإسرائيلي من رد إيران والمقاومة على الاغتيالات، مطار بن غوريون خال من المسافرين، وواشنطن ترسل مدمرتين عبر البحر الأحمر إلى المتوسط، ووفد من الموساد والشباك في القاهرة. المايور إهمبلو. مادورو يؤكد للميادين الإبادة الجماعية في غزة هي الأفظع منذ هتلر، والتأثير الإسرائيلي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلف محاولة الانقلاب في فنزويلا. في اليوم الثاني بعد 300 للعدوان على غزة، تواصل المقاومة تصديها للاحتلال على محاور عديدة رغم المجازر، وقصفت غلاف غزة بأكبر صلية صاروخية منذ أشهر. هذا فيما يخيم شبح الخوف على كيان الاحتلال من رد إيران والمقاومة على عمليات الاغتيال الغادرة، فيما توعد حرس الثورة كيان الاحتلال بالثأر الحتمي بعد جريمة اغتياله الشهيد إسماعيل هنية. هذا بينما بقيت الضفة على تصديها للاحتلال الذي ارتكب مجزرة فيها اليوم على دفعتين. إذن نبدأ من البيان الرقم 3 الذي أصدره حرس الثورة قبل قليل عن العملية الإرهابية الإسرائيلية التي أدت إلى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية. فقد أكد البيان أن هذه الجريمة نفذت باستخدام قذيفة من مكان قريب من مبنى سكن هنية. وقال حرس الثورة في بيان له أن العملية جرت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي وزنه 7 كيلوغرامات، وأطلق من خارج محيط مكان استقرار الضيوف ورافقهم انفجار شديد. وأكد حرس الثورة الإيراني أن كيان الاحتلال بدعم من الحكومة الأمريكية هو
من خطط ونفذ هذه العملية الإرهابية، وشدد على أن الثأرة لدماء الشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي وأن الكيان سيعاقب عقابا شديدا. من طهران ينضم إلينا مراسل الميادين سياوش فلاحبور. مرحبا بك سياوش، نقف عند السياق الخلاصات والدلالات لهذا البيان. تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. بهذا البيان يمكن القول أن كثير من تفاصيل الحدث وملابساته اتضحت حتى هذه اللحظة، والصورة الشامرة باتت لدينا، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا عقب اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران. من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة المخصصة المكونة من حرس الثورة ووزارة الأمن وباقي الأجهزة المعنية في إيران لدراسة هذا الأمر، التحقيقات التي وصلت إليها هذه اللجنة تقول لنا بشكل صريح أن العملية تمت من خلال إطلاق مقذوف قصير المدى من خارج محل إقامة الشهيد إسماعيل هنية، وأدى إلى انفجار الشهيد شديد واستشهاده في محل إقامته. البيان أيضا يؤكد أن المقذوف كان يحمل رأسا حربيا يزن 7 كيلوغرامات، وأيضا يصف هذه العملية بمقامرة صهيونية ستقابل برد قاس من قبل الجمهورية الإسلامية. يمكن القول أن هذا البيان ينفي تماما المزاعم المطروحة من قبل الولايات المتحدة حول عدم انخراط بما فيه تقرير نيويورك تايمز، لأنه يؤكد أن العملية نعم أولا ينفي مزاعم الولايات المتحدة حول عدم انخراطها وعدم علمها بهذه العملية، يؤكد أن العملية تمت بتنفيذ إسرائيلي ولكن بدعم أمريكي، وأيضا كما ذكرت ينفي مزاعم السيناريوهات الوهمية التي روجت لها وسائل الإعلام التابعة للصهاينة والولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، بالتحديد نيويورك تايمز وأكسيوس، حول زرع قنبلة في محل إقامة إسماعيل هنية وشبكة عملاء إسرائيليين. وهذه الأمور بالكامل تم نفيها من قبل هذا البيان والتفاصيل التي وصلت إليها اللجنة المخصصة لدراسة هذا الأمر. بيان حارس الثورة أيضا يؤكد أن الثأر لدماء الشهيد حتمي، وهناك عقاب شديد ينتظر الكيان الصهيوني، ووصف هذه العملية بأنه مقامرة صهيونية خطيرة ستقابل برد قاس من قبل الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا لك زميلنا سياوش فلاحبور مراسل الميادين على المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من العاصمة طهران. إلى الضفة الغربية، حيث صعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها لا سيما في طول كرم، حيث تشن منذ ساعات عملية عسكرية واسعة تخللتها غارتان مسيرتان على المحافظة وأدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء. وقد أفادت مراسلة الميادين في الضفة بأن قوات الاحتلال قصفت ظهر اليوم ضاحية كتابة وبلعة في طول كرم، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء اختطف الاحتلال جثامينهم. هذا فيما أكدت المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة. سرايا القدس قالت أن مقاتليها يتصدون لهذه القوات في مخيم طول كرم بزخات كثيفة من الرصاص. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى طول كرم أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. هذه التطورات تأتي غداة إقدام قوات الاحتلال على ارتكاب مجزرة بحق 5 شبان على الطريق الواصل بين منطقتي عتيل وزيت شمال طول كرم. أدى ذلك إلى ارتقاء 5 شهداء من بينهم مسؤولان في كتائب القسام والجهاد الإسلامي. هذا واعترف جيش الاحتلال بأن طائرة مسيرة تابعة له استهدف سيارة تقل خلية مسلحة بحسب زعم. هذا ونقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى ثابت في طول كرم، حيث تجمع عدد من الأهالي. وفي السياق، نعت فصائل العمل الوطني بطول كرم الشهداء وأعلنت الإضراب الشامل تنديدا بجريمة الاغتيال. عند الله أضرار، ربنا يتقبل الشهداء أضرار. وبالتزامن قامت قوات الاحتلال بتجريف المنطقة في أسفل مخيم طول كرم، وكان مقاومون قد خاضوا اشتباكات مسلحة معها في بلدة قفين شمال طول كرم بعد محاصرتها أحد المنازل في البلدة.
وللمزيد تنضم إلينا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في الضفة الغربية. مرحبا بك نسرين. أولا نريد أن نعرف آخر التطورات بعد كل هذه الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال في طول كرم، وأيضا نسأل عن الخبر العاجل الذي كان على شاشتنا قبل لحظات وتحدث عن أنه جيش الاحتلال يدفع الآن بتعزيزات عسكرية باتجاه منطقة الضاحية شرق نابلس. ما الأخبار الواردة من هناك؟ موضوع الضاحية ليس عاجلا صراحة، هو قبل حوالي ساعة من الآن بدأت قوات الاحتلال باقتحام مدينة نابلس فعلا في منطقة الضاحية وشارع القدس، وكان هناك تعزيزات. هو هذا الاقتحام الثاني لقوات الاحتلال في مدينة نابلس بعد اقتحامها في ساعات صباح هذا اليوم، وكان هناك مواجهات وإطلاق للرصاص الحي. وقبل قليل أفدنا عن إصابة فتاة في 14 من عمرها برصاص قوات الاحتلال المقتحم المكان. قوات الاحتلال كانت اقتحمت الحي الغربي من مدينة نابلس في ساعات الصباح واعتقلت عددا من الفلسطينيين، ثم عادت قبل قليل لاقتحام المنطقة الشرقية، منطقة الضاحية ومنطقة عسكر وشارع القدس. في هذه الأثناء تقوم بعملية اقتحام على ما يبدو بأنها بهدف الاعتقال. نعود إلى طول كرم. طول كرم أصبح عدد الشهداء 9 شهداء، 5 ارتقوا في تفجير مركبتهم ساعات الصباح باستهدافها بصاروخ من طائرة مسيرة، والأربعة الآخرين تم استهدافهم من كانوا يقاومون في أحد الجبال، رصدتهم طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في منطقة جبلية ما بين اكتابة وبلعة، وقامت باستهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة، مما أدى إلى ارتقاء 4 من قادة المقاومة من مخيم نور شمس. بحسب ما أكد أهالي طول كرم فإن الذين الأربعة الذين استشهدوا هم من مخيم نور شمس، تم استهدافهم بطائرة مسيرة، ليرتفع عدد الشهداء في طول كرم إلى 9 شهداء. الخمسة تم تسليمهم لمشفى ثابت الحكومي، وهم الذين ارتقوا في ساعات الصباح. أما الأربعة الآخرين فقد قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامينهم، ولم تسمح لطواقم الإسعاف بالاقتراب منهم أو أخذ الجثامين أو حتى الاقتراب من المنطقة المستهدفة. قوات الاحتلال كانت اقتحمت مخيم طول كرم، منطقة ضاحية الذنابة، اعتادت على الأهالي هناك، قامت بتجريف البنى التحتية بشكل كبير تحديدا في منطقة مخيم طول كرم وحاراته، تحديدا في محيط مسجد السلام. أيضا كانت في ساعات الصباح اقتحمت مدينة طول كرم، دمرت البنى التحتية في منطقة دوار العليمي، جرفتها بشكل كبير. الآن هناك انتشار مكثف للقناصة في محيط مخيم طول كرم. قوات الاحتلال كانت سحبت جزءا من آلياتها، جرافات وعدد من الآليات العسكرية من محيط مخيم طول كرم، أيضا من منطقة عتيل ومنطقة ضاحية كتابة تم سحب جزء من القوات، لكن لا يوجد تأكيدات على انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مخيم طول كرم في هذه الأثناء. العملية العسكرية تستمر منذ حوالي الساعة 9:30 صباح هذا اليوم في محيط مخيم طول كرم. طبعا الهدف منها ضرب المقاومين، كما شاهدنا اغتيال لتسعة مقاومين، 5 من مخيم طول كرم والأربعة الآخرين من مخيم نور شمس. الخمسة من طول كرم معهم مقاومان من مدينة قلقيلية، كانوا يشاركون مقاومي مخيم طول كرم، يعني مكان الاختباء والمقاومة، حضروا من قلقيلية واستشهدوا مع مقاومي طول كرم. قوات الاحتلال كانت اعتقلت فجر هذا اليوم 30 فلسطينيا من مختلف أنحاء مدن الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك يا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله على هذه المعلومات. ومن الضفة إلى غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مزيدا من المجازر والاعتداءات بحق أبناء القطاع من الأطفال والنساء والشيوخ. وأفاد مراسل الميادين بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف صباح اليوم منطقة ميراج شمال مدينة رفح، وأدى إلى ارتقاء 5 شهداء وفقدان 3 آخرين. كما أغارت قوات الاحتلال مجددا على منطقة البريج وسط القطاع، حيث ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. إلى خان يونس في جنوب القطاع الصامد والمقاوم، من هناك ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد، نقف عند آخر التطورات المسجلة اليوم.
الجيش الإسرائيلي قصف منذ الليلة الماضية عددا من منازل المدنيين المأهولة، وكذلك أيضا واصل عملياته العدوانية على مناطق واسعة من القطاع. نبدأ من مدينة رفح، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي وكذلك أيضا المدفعي في المنطقتين الغربية وكذلك وسط مدينة رفح، المنطقة الغربية بأحيائها الحي السعودي واليو أن دي بي والمخيم الغربي والبراهمي ومناطق وسط المدينة بما فيها مخيمي يبنى والشابورة. هذه تتعرض منذ ساعات الصباح إلى قصف مدفعي عنيف. المناطق الشمالية لرفح بينها مصبح وميراج تعرضت ولا تزال إلى قصف مدفعي. أيضا هذا الصباح سجلنا قصفا إسرائيليا لمنزل مأهول بالسكان أدى إلى ارتقاء 6 شهداء. في خان يونس الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي على الأطراف الشرقية للقرى المتاخمة للحدود، وكان الليلة الماضية قد استهدف منزلا لعائلة بربق على دوار أبو حميد أدى إلى ارتقاء 5 من الشهداء ووقوع عدد آخر من الجرحى. في المنطقة الوسطى الجيش الإسرائيلي لا زال يركز في عمليات الاستهداف على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين. قبل قليل استهدف عمارة سكنية لعائلة أبو ملوح في بلوك 1 في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، ولكن قدر الله أن الصاروخ لم ينفجر علما بأن هذا المنزل كان منزلا مأهولا بالسكان. ويواصل الجيش عملية قصف الأطراف الشرقية للمخيم بوابل من المدفعية التي تطال في ذات التوقيت مخيمي المغازي بالإضافة إلى المناطق الشرقية لدير البلح. وكان يوم الليلة الماضية كانت شهدت غارة على منزل لعائلة الداية ما أدى إلى وقوع شهيدة وطفلتها بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى جلهم من الأطفال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج. فيما يواصل الجيش أيضا قصفه المدفعي لمحور نيت ساريم الممتد من مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين مرورا بالمغراقة وكذلك شمال المخيم الجديد الذي يركز الجيش الإسرائيلي على استهداف المنطقة الشمالية من بشكل واسع عبر الغارات الجوية وصولا إلى منطقة وادي غزة وشارع الرشيد. مدينة غزة يتركز فيها العدوان رامية على حي تل الهوى ولا سيما المناطق الجنوبية الغربية التي وصلت إليها الدبابات الإسرائيلية قبل يومين، فضلا عن المناطق الجنوبية الشرقية في محيط الكلية الجامعية التي قال الدفاع المدني أن الجيش نسف وقصف عددا من البنايات داخل هذه الجامعة، وهذه ربما هي آخر الصروح الجامعية التي قصفها ودمرها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، علما أنها تعرضت لأضرار واسعة خلال الاجتياحات الماضية لمنطقة تل الهوى. الجيش قصف بالمدفعية المناطق الشرقية لتل الهوى وتحديدا حي الصبرة، وشهدنا يوم أمس مجزرة مروعة بحق عائلة أبو حصيرة التي نزحت إلى هذا الحي بحثا عن الأمان ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء أو 6 شهداء وعدد آخر من الجرحى. وهذا أيضا جاء في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية لجباليا وكذلك بيت حنون بوابل من القذائف المدفعية. سنشكرك حتى الساعة زميلنا أحمد غانم من خان يونس في جنوب القطاع الصامد، ونشير إلى الصور التي نعرضها مباشرة في غير مكان في هذا اليوم، يوم التضامن مع غزة والدعم لغزة وللأسرى، نوتردام بهولندا وكوبنهاجن بالدنمارك. نشير إلى أنه 3 من آب هذا اليوم الذي دعا إليه أيضا الشهيد إسماعيل هنية ليكون يوما عالميا لدعم غزة والأسرى. هذه دعوة كانت قبل استشهاده. اليوم نرى عناوين كبيرة في ساحات عديدة في العالم، وهذه واحدة منها، روتردام بهولندا، كوبنهاجن بالدنمارك، والصوت يعلو دعما لغزة وللأسرى في هذا اليوم. عساه يكون فعلا يوما عالميا جديدا دعما لغزة والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبالعودة إلى الميدان، واصلت المقاومة تصديها لقوات الاحتلال، وأعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا بعدد من قذائف الهاون تجمعا لجنود العدو على خط الإمداد في محور نتساريم.
هذا وعرض سرايا القدس مشاهدا من تدمير آلية عسكرية للاحتلال خلال توغل قواته شرق خان يونس. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حيث العبوات الناسفة فخر الصناعة الجهادية التي ألهبت دبابات الغزاة المعتدين والتي أمست خربة على قارعة الطريق وعويل الجنود الصهاينة الجبناء الذين فروا كالجراد ما بين هارب وجريح ومقتول أمام بأس مقاتلين الأشداء. كتائب القسام كانت قد أعلنت استهداف موقع صوفا العسكري بعشرة صواريخ رجوم 114 ملي مترا. نعم يا راميا، ومن جهته أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 8 صواريخ من غزة باتجاه الغلاف، فيما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة وسقط في لاخيش قطع نحو 65 كيلومترا، حيث دوت صفارات الإنذار في ناحل عوز بغلاف غزة. ومن غزة إلى جنوب لبنان، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية موقع العاصي بقذائف المدفعية وتجمعا لجنود الاحتلال في ميتات. في المقابل استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق البازورية، ما أدى إلى ارتقاء شهيد زفته المقاومة الإسلامية شهيدا على طريق القدس وإصابة جريحين. هذا فيما رصدت مشاهد لحظة معرفة أحد المسعفين أن الشهيد هو شقيقه. إلى ذلك أفادت أنباء عن غارة مسيرة أدت إلى احتراق سيارة على طريق دمشق بيروت. نتابع هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل. وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بغارات منطقة ريف القصير عند الحدود اللبنانية السورية، بينها غارة استهدفت أطراف بلدة حوش السيد علي، وغارات أخرى استهدفت بلدة الجنطلية في مقابل قضاء الهرمل شمال شرق لبنان. الآن إلى جبهة جنوب لبنان مع مراسل الميادين من هناك الزميل علي مرتضى. مرحبا بك علي، ما الجديد لديك حتى الآن؟ نعم، في الحقيقة هي آخر الاعتداءات الإسرائيلية النشطة اليوم، وهي غارة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب، بالإضافة إلى غارة من مسيرة استهدفت بلدة حولة. إذن هذه هي آخر التطورات، تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية. هذه الاعتداءات التي تزداد شيئا فشيئا، قبل غارة حولة كان هناك غارة باتجاه منزل في بلدة طير حرفة، كذلك قبل غارة المسيرة في حولة كان هناك عملية اغتيال، حيث نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في على طريق البازوري ودجيلو، ما أدى إلى استشهاد الشهيد علي نزيه عبد علي، وقد نعاه حزب الله شهيدا ارتقى على طريق القدس في هذه المعركة. وكذلك قبل قليل أفدنا بقذائف مدفعية باتجاه بلدة حولة أيضا، وقبلها كان هناك قذائف مدفعية باتجاه ميس الجبل. تنشط العمليات الاعتدائية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بشكل ملفت، وكذلك المقاومة الإسلامية تقوم بعمليات أيضا باتجاه
باتجاه المواقع الإسرائيلية. اليوم المقاومة استهدفت موقع العاصي بقذائف المدفعية، كذلك وردا على غارة عيت الشعب بالأمس قامت المقاومة الإسلامية باستهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ميتات بالأسلحة الصاروخية. قبل قليل أيضا أفدنا بنيران مباشرة من لبنان، أو رصدنا نيران مباشرة من لبنان أطلقت باتجاه هدف إسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، على ما يبدو بأننا ربما نكون أيضا أمام استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال، لا سيما بأن المعادلة التي تضعها المقاومة بخصوص المباني لأنه كل غارة تستهدف منزل أو منشأة مدنية في الجنوب أو أي منشأة تعود للمواطنين الجنوبيين، فأن المقاومة تقوم بالرد باستهداف مبان يستخدمهم جنود أو يستخدمها جنود الاحتلال للاختباء. أما الاغتيال فيكون الرد منذ أول هذه الحرب عبر عمليات عسكرية نوعية تستهدف إما خيم استقرار الضباط والجنود وإما مناطق انتشارهم وإما دباباتهم التي تتحرك على الحدود. بالمجمل ما أريد أن أقوله بأنه بنظرة عامة حتى اللحظة نرى بأن حزب الله بدأ بمحاسبة العدو الإسرائيلي بما حدث عن الأمس، وبالتالي من المتوقع أن تزداد العمليات العسكرية، لا سيما بأن عدد الغارات التي نفذت باتجاه لبنان لا تزال كبيرة منذ الأمس وحتى اليوم، وحزب الله واظب على الرد على كل غارة من هذه الغارات عبر بياناته. طبعا بدأت البيانات أو عملياته بدأت البيانات تظهر الآن، غارة عيت الشعب شطبت من الغارات التي يجب الرد عليها، وتم استهداف إذن مباني في مستعمرة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصيبوا إصابة مباشرة. وسنتابع التطورات معك أولا بأول في حال ورودها الزميل علي مرتضى، شكرا جزيلا لك. في الأثناء يستمر الرعب الإسرائيلي من رد إيران والمقاومة على الاغتيالات، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مطار بن غوريون في تل أبيب شبه خال من المسافرين. هذا وانتشرت صور للمطار تظهر عددا قليلا من المسافرين في داخله، فيما يبدو معظم الأقسام فارغة. يأتي ذلك في ظل التخوف من الرد الإيراني والمقاومة الإسلامية في لبنان وحركات المقاومة في المنطقة. على وقع الانتظار الإسرائيلي المستمر لرد محور المقاومة على الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، تزاحمت الأسئلة والشكوك بشأن جدوى الاغتيالات والعمليات التكتيكية التي تنفذها إسرائيل في ساحات متعددة، ولا سيما التشكيك في تأثير هذه العمليات على تغيير الواقع الاستراتيجي للصراع مع محور المقاومة. هل هذه الاغتيالات تغير الواقع الاستراتيجي؟ الجواب قطعا لا. نحن في حرب مع إيران منذ أكثر من 10 أشهر. الحرب بحسب رؤيتهم ناجحة جدا، ونحن في حرب على 7 ساحات، وهذا الأمر ينهك الجيش الإسرائيلي والدولة. ولدى محور إيران إنجاز في اليد يتمثل في حزام أمني وإخلاء 70,000 شخص من الشمال. جردة الحساب التي تقدمها أوساط سياسية ومهنية حول صورة الوضع القائم في ضوء التطورات الأخيرة تثبت برأي خبراء ومعلقين أن ميزان المعركة العام لا يميل لصالح إسرائيل، وأن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب. نحن منذ 10 أشهر في وضع صعب. في الشمال أفرغنا بلداتنا وعشرات البلدات مهملة ومئات الآلاف نزحوا. لم يحصل هذا الأمر منذ قيام الدولة. لدينا أكثر من 100 إسرائيلي في الأسر، فيما الأهداف الكبرى للحرب حتى الآن لم تتحقق. خبراء لفتوا إلى أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ولا سيما سياسة الاغتيالات لا تخدم استراتيجية إسرائيل ولا تخرجها من أزمتها، حتى إنها تفضي إلى نتائج معاكسة، فهي تسهم في توحيد محور المقاومة من جهة، ومن جهة ثانية تفتح في وجه إسرائيل حرب استنزاف على 7 جبهات وتضعها في موقع المنتظر لتلقي الضربات.
من بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. نسأل كيف يتم التفاعل على مستوى الجبهة الداخلية لا سيما مع حالة الرعب هذه، ونتحدث عن عشرات الآلاف من الإسرائيليين عالقون في الخارج، إلى المشاهد التي تأتي في عنوان أساسي ألا وهو مطار بن غوريون. موصول إليه اللافت أنه نحن نتحدث عن وفد إسرائيلي وصف بأنه رفيع المستوى، رئيس الشباك والموساد ومسؤول تنسيق العمليات متواجدون في القاهرة، وأكسيس تقول أنه ذلك بضغط أمريكي. ما المعلومات الواردة والأهداف التي يحملها معه هذا الوفد؟ تحياتي رامي. في البداية لا جديد حول الوفد، وربما هذا بالون حراري من نتنياهو لتهدئة أهل الأسرى الإسرائيليين، لأنهم يشعرون أن نتنياهو حكم عليهم بالموت. وهذا وفد لا أساس ولا أي معلومات عن أنه أخذ قرارا، لأن القرار بيد نتنياهو وهي فقاعة إعلامية فحسب عند الجمهور الإسرائيلي، لا قيمة لها ولم يتسرب أي شيء مهم. ثانيا، لا يزال الإسرائيليون مقتنعون بأن إيران والمحور سوف يضرب أهداف جديدة ونوعية، وبغير حالات كانت أمريكا تعطيهم معلومات تفيدهم. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقدر ولا تعرف الأهداف التي يمكن أن تضرب، لذلك الارتباك الذي تعيشه إسرائيل يعيشه الناتو وتعيشه الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاث، قالت إسرائيل أنها سترد على الرد، وهذا يدخل الإسرائيليين في حالة من التحشيد باتجاه أن نتنياهو باعهم الوهم، وهم اشتروا. في استطلاع رايتس 60% من الإسرائيليين يؤيد الاغتيالات، وبالتالي نجح نتنياهو في خطته السيطرة على عقل الناخب والجمهور الإسرائيلي. شكرا جزيلا. تفضل ناصر. أما فيما يتعلق بموعد الضربة، لا تزال المطارات مغلقة وحالة الاستنفار موجودة، والأجواء واضح تماما انها تشير الى حرب. كل يوم يتوقع انه في الساعات القادمه، ويبدو انه هذا كلام منطقي. وجزء من الرد ان نرى هذا الترقب والحرب النفسيه والضغط، لا سيما ما بعد ايضا البيان الاخير لحرس الثوره. شكرا جزيلا لك زميلنا ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتله، كنت معنا من بيت لحم. بالتوازي مع هذا الخوف والقلق في إسرائيل، فنقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية ستتجهان إلى البحر المتوسط عبر البحر الأحمر. وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد كشفت أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محل حاملة الطائرات روزفلد في الشرق الأوسط، وأنه أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت بالتدابير الأمريكية الإضافية لدعم الدفاع عن إسرائيل كما وصفها. وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ إسرائيل إجراءات إضافية تشمل تغييرات حالية ومستقبلية في وضع القوة الدفاعية التي ستتخذها الوزارة للدفاع عن إسرائيل، وهذه الخطوة قد تشمل نشر قوات إضافية في المنطقة، لكن أوستن لم يتخذ قرارا بعد. للمزيد معنا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، مرحبا بك منذر. إذن إسرائيل دخلت بمرحلة توتر وقلق كبير واستنزاف، هم لا يعلمون موعد الضربة، كل ساعة يعتقدون أنه في الساعات المقبلة والمطارات شبه فاضية، لكن بذات الوقت هناك تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة ولحماية إسرائيل، كيف يفهم؟ وهل بالضرورة أنه القوات الأمريكية أيضا دخلت بمرحلة الاستنزاف والتوتر أو شد الأعصاب لو صح التعبير؟ في المكالمة الهاتفية التي جرت بين بايدن ونتنياهو عرف فيما بعد أنه تم معاتبة حول موضوع يعني الاغتيالات بطريقة أنها لا تساعد، وهذا ما أفصح عنه بايدن لاحقا، ولكن في البيان الذي صدر كان عدم إشارة لهذا الأمر، كان الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل في حقها في الدفاع عن النفس، يعني هذا المسألة، وسيتم تحريك القوات إضافية نتيجة التهديدات حسب رأيهم التي صدرت من إيران ومن معسكر المقاومة. وبالتالي بعد في اليوم التالي اتصل أوستن وزير الدفاع مع جالنت وأكد له هذا الأمر. نحن أمام
وضع أن هناك القيادة الأوروبية وقيادة الوسطى، يعني القيادة المركزية، منطقة العمليات تتقاطع بين يعني منطقة الخليج ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، يتم تحريك قطع بحرية هناك. على حتى الآن يمكن القول أنه هي بهدفين. الهدف الأول هو تعزيز الدفاعات الجوية وليس يعني تعزيز القدرات الهجومية. تعزيز الدفاعات الجوية بما معنى نشر بطاريات إضافية، سرب من الطائرات في المنطقة، بالإضافة إلى القطع البحرية القائمة. يعني الآن حتى الآن حاملة الطائرات لا تزال في خليج عمان، يعني استبدالها هناك وتأتي إلى تلك المنطقة، ولكن في منطقة البحر المتوسط هناك 5 سفن حربية بين مدمرات وبين سفن إنزال. أحد السيناريوهات هو أيضا أن متواجدة هذه القطع لنقل يعني وإجلاء الرعايا الأمريكيين من الكيان الإسرائيلي ومن لبنان مثلا، من المنطقة، أكثر مما هي للقيام بعملية دفاعية. ولكن العمل الدفاعي قائم ناتج عن أنه يقول الأمريكي بأن هناك كان قدرة للطائرات الأمريكية على إسقاط حوالي 80 من المسيرات الإيرانية التي انطلقت في إبريل نيسان الماضي في عملية ضد الكيان الإسرائيلي من أصل 300. إذن الموقف الأمريكي هو موقف يرسل إشارة ردع بأنه هو يحرك قطعه، لكن في نفس الوقت هو يتحضر لإمكانية الاضطرار لإجلاء الرعاية الأمريكية من المنطقة، وهذا العنصر الآخر في التحركات القائمة. واضح، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان على هذه المعلومات. إلى قطر، حيث بحث أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني مع محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب وكالة الأنباء القطرية جاء ذلك خلال اللقاء في مكتب الشيخ تميم في العاصمة الدوحة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تطرقا إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية دون ذكر تفاصيل أخرى. عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أكد أن اغتيال الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لن يضعف موقف الحركة ويدفعها إلى تقديم تنازلات للاحتلال في المفاوضات، مشددا على أن الاغتيال لا يمكن أن يكون أو يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. نتنياهو يعتقد أن اغتيال الأخ القائد إسماعيل هنية والعمليات التي يقوم بها داخل قطاع غزة يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومة الفلسطينية على طاولة المفاوضات وخارج طاولة المفاوضات، ولكن نتنياهو واهم حركة حماس ستبقى صلبة تحافظ على ثوابت وحقوق شعبها ولن تقدم تنازلات تخصم من رصيد الشعب الفلسطيني. في الأثناء، شهدت الكثير من المدن والبلدات الفلسطينية تظاهرات إحياء ليوم غزة والأسرى الذي كان القائد الشهيد إسماعيل هنية قد دعا إليه. الآن سننتقل إلى مراسلتنا هناء محاميد التي تواكب تظاهرة مدينة أم الفحم بدعوة من لجنة المتابعة العليا لوقف الحرب فورا ووقف التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين. مباشرة إليك زميلتنا هناء، مرحبا بك، تطلعين على أجواء هذه التظاهرة وما ترفعه من شعارات. نعم رامي، هذه التظاهرة هي بدعوة من لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين هنا في الداخل. بدأت تحتشد يعني الناس بدأوا يحتشدون هنا، أيضا الناشطون السياسيون من مختلف القوى السياسية الفاعلة الوطنية بالطبع الفاعلة هنا في الداخل بدأوا بالاحتشاد في موقع التظاهرة في مدينة أم الفحم، وبعد قليل ستنطلق هذه التظاهرة لتجوب بعض من شوارع هذه المدينة. طبعا ترفع شعارات واضحة جدا، الشعارات الرئيسية التي ترفعها هذه التظاهرة هي أوقفوا الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهذه التظاهرة أساسا أيضا رامية أقيمت لرفع صوت الأسرى الفلسطينيين وللمطالبة بوقف التعذيب ووقف الاعتقالات في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الآن أيضا نشاهد هذه اللافتة التي ترفع
لمجدل الشمس وشهداء مجدل الشمس، وهذا أيضا تعبير عن وحدة الهوية العربية التي ووحدة الهم أيضا الذي يجمع الفلسطينيين مع السوريين في مجدل الشمس وفي الجولان السوري المحتل عموما. هناك طبعا رامية تواجد مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية عند المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم، يتوقع أن تصل إلى هنا المزيد من الأعداد من المشاركين في هذه التظاهرة، ولكن نرى وجوه للقيادات السياسية البارزة في المجتمع الفلسطيني في الداخل هنا، إن كان من مدينة أم الفحم نفسها أو من مناطق الجليل أو من مناطق النقب، مختلف القوى السياسية في الواقع. وهذه ليست التظاهرة الأولى بطبيعة الحال رامية، ولكن نتحدث أيضا عن قبضة عسكرية مهيمنة جدا وسطوة عسكرية للشرطة الإسرائيلية، ترهيب متواصل منذ 7 أكتوبر ضد الفلسطينيين في الداخل، وبالتالي أي صوت هنا يعلو حتى لو كان يبدو صوتا خافتا نسبة لحجم المأساة والإبادة في داخل قطاع غزة، ولكن هذا صوت يواجه آلة القمع والترهيب السياسية والعسكرية والبوليسية الإسرائيلية، لا سيما بأننا نتحدث عن مئات من المعتقلين الفلسطينيين في هذه المناطق منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومئات من لوائح الاتهام التي فتحت بحق الفلسطينيين لمجرد أنهم ليس أنهم شاركوا في تظاهرة هنا وهناك، إنما البعض لمجرد أنهم عبروا عن مستوى معين من التعاطف الإنساني والتضامن الإنساني في المقام الأول مع الفلسطينيين، مع أبناء شعب من الفلسطينيين في داخل قطاع غزة. بالتالي نتحدث عن جهد مهم هنا في الواقع في مدينة أم الفحم، طبعا يتواصل أو يتصل مع تظاهرات وسلسلة من الوقفات التي شهدناها في أكثر من منطقة وأكثر من بلد خلال الأشهر الأخيرة، وربما أبرزها في الشهرين الماضيين كان في مدينة حيفا. هناك الحركات الشبابية رامية قامت بتنظيم لوقفات احتجاجية أو تظاهرات ضد العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، وكانت تواجه بقمع كبير من قبل الشرطة الإسرائيلية. في كل وقفة كان يكون هناك أعداد من المعتقلين، حتى لو كانت أعداد المشاركين في التظاهرة قليل نسبيا، نتحدث عن عشرات، ولكن في كل مرة كان يكون هنالك حوالي 10 معتقلين لمجرد أنهم يرفعون لافتات تطالب بوقف الإبادة على قطاع غزة. زميلتنا هناء، نحن نتابع إذا هذه الصور والمشاهد في هذه التظاهرة في أم الفحم، ونتابع أيضا هذه الحشود والشعارات التي ترفع، ونحن أيضا سعداء فيك وأنت بنت الأرض وتطلين من هنا من أم الفحم في أرضنا المحتلة عام 48، وهذه أيضا رسالة قوية في المتابعة والمواكبة على أن نكون وإياك دائما في المتابعة إن كان في هذه التظاهرة حيث ستصل وغيرها. شكرا حتى الساعة زميلتنا هناء. وفي السياق، نظمت مسيرة حاشدة جالت شوارع مدينة أم بيت لحم، ورفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور شهداء الأسرى. هذا ووجه المتظاهرون التحيات إلى جبهات الإسناد من لبنان واليمن والعراق وإيران. نرفع راية الوحدة الوطنية.
بعد أن فقدنا أهم الرجال وأعز الرجال وأكملهم إخلاصا ووطنية الشيخ أبو العبد هنية. وبمناسبة اليوم العالمي لنصرة غزة نظمت تظاهرة حاشدة في مدينة الخليل تنديدا بحرب الإبادة على القطاع ونصرة للأسرى. المتظاهرون جابوا شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى والشهداء، كما رددوا شعارات تؤكد وقوفهم إلى جانب أهالي غزة والأسرى الفلسطينيين. هذا النهج ولا تبديل، هذا النهج ولا تبديل، هذا النهج ولا تبديل. وإلى اليمن، حيث أعلن بيان مسيرات يوم الغضب العالمي لنصرة غزة والتضامن مع الأسرى إدانته واستنكاره لما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من جرائم وانتهاكات. وأكد البيان الاستمرار في السعي إلى خلاصهم وإسقاط هذا الكيان والاستمرار في مسار الجهاد حلا وحيدا لمواجهة العدو حتى زواله. بيان مسيرات يوم الغضب دان واستنكر تخاذل حكومات عربية وإسلامية واصفا إياها بأنظمة الخيانة، داعيا إلى فك أسري من لديها من سجناء من حركات المقاومة الفلسطينية وعدم مشاركة الاحتلال في جرائمه. شدد رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن اليمين المتطرف في فنزويلا مدعوم وممول من الصهيونية العالمية. نعم راميا، وفي إجابة له على سؤال لمراسل الميادين أكد مادورو أن فنزويلا ستبقى دائما إلى جانب فلسطين وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة والسلام والاستقلال. اليمين المتطرف في فنزويلا مدعوم وممول من الصهيونية العالمية. التأثير الصهيوني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هو خلف محاولة الانقلاب في فنزويلا. الجالية العربية وعدد أفرادها يفوق 1.5 مليون، إضافة إلى المسلمين واليهود، يعلمون أن هذا البلد هو دائما مع حق الشعب الفلسطيني في العودة والسلام والاستقلال. دائما سنكون مع فلسطين وندين الإبادة الجماعية الأفظع التي ترتكب بحق شعب غزة وفلسطين. ندعم القضايا العربية والمسلمة والتي ستنتصر عاجلا أم آجلا، ومن رحم المعاناة سيخرج الأمل والقوة والحق بالحياة والمستقبل للشعب الفلسطيني. هذا وحذر رئيس الفنزويلي من مخطط للمعارضة لشن هجمات في مناطق بكاراكاس. إذا تقدم غونزاليس بشكوى إلى المحكمة العليا من دون تقديم أدلة ووثائق فستكون لذلك عواقب قانونية. أقول للمستثمرين الدوليين الذين يريدون الاستثمار في النفط والغاز، نحن ضمانتكم الوحيدة وأنتم مرحب بكم. وأود أن أبلغ عن شيء، إن أنصار المعارضة المسلحين بالقنابل وأنواع أخرى من السلاح يخططون لتنفيذ هجمات في مناطق في كاراكاس. سنتجه الآن لمواكبة أيضا التحركات التي تخرج في عواصم عالمية، هذه لندن مشاهدينا، وتظاهرة حاشدة في هذا اليوم العالمي دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. إذن المشهد الذي نتابعه هذه الحشود هي الحشود من لندن، لندن التي يعني لطالما غصت شوارعها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالتحركات الشعبية في هذا اليوم، كما دعا إليه أيضا الشهيد إسماعيل هنية ليكون يوما عالميا دعما لغزة وللأسرى. هذه لندن، روتردام في هولندا، كوبنهاغن في الدنمارك، والصوت يعلو فلسطين حرة حرة. إذا رامية، مع هذه المشاهد من مختلف عواصم العالم نصل إلى ختام هذه الظهيرة. إذن مشاهدين دائما المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغة العربية وأيضا الإنجليزية والإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.